نيجي لموضوع الانسمبل ليرنرز. الانسمبل ليرنرز، مفهوم الانسمبل ليرنرز انه بيحاول يعني يستفيد من الويزدم اوف ذا كراود. ايش الويزدم؟ حكمة الجماعة. أنا بدي أتخذ قرار معين، في عندي خيارين، الخيار الأول إنه أتخذ قرار لوحدي، تمام؟ والخيار الثاني إنه أنا أشاوركم، أقول لكم يا جماعة والله أنا بدي أتخذ قرار، إيش رأيكم؟ أتخذ هذا القرار ولا هذا القرار؟ المنطق بيقول إنه إذا أنتم اجتمعتم على رأي معين فبالتالي في الغالب هذا الرأي هو الأصوب، صح؟ فهذا هو الفكرة تبعت الانسيمبل مودلز. فبالتالي إنه يعني الميتا ليرنرز إنه أنت بتحاول إنه أنت تجمع أكثر من بيز موديل، وهذا بيؤدي إلى إنه أنت تقلل الجنراليزيشن ايرور، تقلل الجنراليزيشن ايرور. معنى ذلك انه انت بتحاول ترفع كفاءة الماشين ليرنينج موديل بشكل افضل بكثير، بدل ما انه انت تعتمد على ديسيجن تري لحال او النايف بايس لحال. كل خوارزمية في إلها نقاط قوة ونقاط ضعف، وزي ما حكينا انه سابقا ما فيش الجوريثم بالمطلق هو الافضل، ممكن يكون في تطبيقات معينة أفضل، في تطبيقات أخرى مش أفضل، ولكن إنه ممكن إنه أنت في تطبيق معين تجرب أكثر من ألجورثم وتقول إنه في التطبيق هذا خوارزمية كذا هي الأفضل. ما فيش حاجة اسمها إنه الكي إن إن هو الأفضل بالمطلق. فبالتالي بدل ما أنت تعتمد على خوارزمية واحدة فقط، فأنت ممكن يكون في عندك أكثر من موديل مع أكثر من خوارزمية بتحاول إنه أنت تاخذ نقاط القوة. هلقيت الخوارزميات هذه إذا هي اتفقت في البريدكشن تبعها، تمام؟ معنى ذلك إنه يعني كل ما اتفقت يعني إنه في الغالب إنه هي كلها طلعت مثلا كلاس معين، فبالتالي أنت بتكون متأكد أكثر إنه الكلاس هذا هو الصحيح. فعشان هيك إنه أنت بتعمل فوتينج، بيكون في عندك دالة إنه بتعمل فوتينج وإنه أنت بتختار إيش هو الأغلبية للأوتبوت أو الليبل الأغلبية اللي اختارته أو اللي عملت له بريدكشن الشبكات هذه. وعشان هيك المودلز اللي أنت بدك تستخدمها يفترض إنه يكون عددها فردي، تمام؟ عشان تحسب موضوع الفوتينج بدل ما إنه يكون عندك أربع مودلز واثنين يقولوا آه واثنين يقولوا لك العب جولف واثنين يقولوا لك ما تلعبش جولف، يعني فايش تضلك تسوي؟ تضلك حيران؟ لا، بدك انه خمسة موديلز او ثلاثة موديلز عشان انه انت تحسب النتيجة، تمام؟ ففكرة الانسمبل ليرنرز انه انت بتبني كل موديلز بشكل منفصل وبتحاول انه انت تعمل اكسترا يعني كود اضافي خارج الموديلز هدول انه يعمل فوت بين البريدكشنز تبعت الموديلز هدول عشان ترفع كفاءة وتزيد تقلل الـ generalization error. كيف؟ كيف كيف مرة ثانية؟ هو يفترض انه انت حكيت انت لو بدك تعمل انسمبل كلاسيفاير في التول، تمام؟ فانت بتروح تختار انه عدد المودلز اللي انت بدك تعملها، ثلاثة مودلز، خمسة مودلز، سبعة مودلز، تمام؟ هو بروح بعمل لك اياها، هو بروح بدرب كل واحد كل موديل بشكل منفصل، تمام؟ في مرحلة البريدكشن بيطلع بريدكشن من كل واحد بشكل منفصل، وبعدين بروح بيطبق الفوتينجز عليهم وبيطلع لك الكلاس النهائي بناء على الفوتينج، تمام؟ في أي أسئلة على الانسمبلز؟